والله وهي يعني كل إنسان وكل إنسان يشعر إن هي بلدنا، يعني إحنا كنا بحرينيين وفعلا نعشق شيء اسمه سوريا، لأن سوريا غنية بكل شيء، بالحضارات بالدراما بكل الأمور. فالحمد لله رب العالمين، يعني البلد الوحيدة اللي ما تشعر أن أنت فيها غريب بين أهلك وناسك هي الجمهورية العربية السورية. والله إن شاء الله نقول الله يعم الأمن والأمان على كل الدول العربية، ويا رب نتمنى تكون سنة 2017 سنة خير إلى الأمة العربية بأكملها، بكون يعني هذا أزمة وراح تزول، يعني ما زلنا احنا عرب ونفتخر ان احنا بكوننا كعرب وكلياتنا مسلمين، وهي نعمة من رب العالمين الله ميزنا فيها. بدي أقول شكرا للسيد ميثم سبت يلي هو قام بهذه المبادرة الطيبة، كونه شقيق عربي من دولة عربية إجا ليكرم الدراما السورية، من خلال تكريمه للدرار السورية عم يكرم الإبداع السوري، ومن خلال تكريم للإبداع السوري هو تكريم لسوريا شعبا أرضا وقيادة، وهذا ندل على شيء بدل ندل على أي شيء، فبيدل على هذا الحس الوطني القومي الجميل عند هذا الرجل. بالمقابل أيضا بنقول له نحن شكرا، شكرا لأنك قدرت تميز الغث من الثمين، شكرا لأنك أنت عم تكرم إبداع سوري، شكرا لأنك عم تأكد على الحضور السوري اللي ما غاب رغم كل هذه الهجمة الظالمة على سوريا. حرب 6 سنين كانت كفيلة بأي دولة في العالم أنه تسقطها وتمحي وجودها، سوريا لا قادر يمحي وجودها. أكدنا على هويتنا، على ثقافتنا، على فكرنا، على أبداعنا، على تراثنا. أهمية التكريم اليوم أنه ما جاي من مؤسسة رسمية أو مؤسسة إلى علاقة بالفنون أو الثقافة، جاي من شخص محب للدراما السورية بحريني الجنسية، ولكن اللي بتربطه بسوريا انه هو وكيل الخطوط الجوية السورية في البحرين. فكتير احساس حلو انه يجي التكريم من رجل او من انسان من هذا النمط، يعني شيء مفرح بالتأكيد. وعلى كل حال يعني بتمنى تكتر هيك فعاليات، لأنه يا قلبي مثل بيقولوا بعيد عن العين بعيد عن القلب، إذا كان العين قريبة للعين بصير القلب قريب للقلب كمان. هلأ نحن قد ما كرمنا النجوم السوريين والدراما السورية بنضل مقصرين، وبالأخص بهي المرحلة الحساسة اللي مرقت فيها بلدنا طيلة 6 سنوات، وكان أحد المستهدفين فيها أيضا الدراما السورية. رغم ذلك بقي الفنان السوري والفني وكل صناع الدراما ونجوم الدراما بقيوا صامدين ببلدهم، بقيوا عم ينتجوا المسلسل السوري الواعي والمسؤول واللي بيحمل رسالة واللي بيحمل قيم حضارية. فرغم الضائقة الاقتصادية والمالية اللي بتمر فيها كل أنواع الصناعات ومن بيناتها صناعة الدراما، احنا كل سنة منفاجئ متفرجين العرب بمسلسل يعني اللي هو فيه الشغل البيرفكت يعني. بس الحقيقة يعني نحن الظرف اللي مارين فيه خلى بعض الدول يعني تسبقنا شوي تقنيات، كتقنيات مو كتمثيل يعني. فهذا بده تدارك، بده رأس مال كبير، لحتى يعني كل الأجهزة اللي عم نشتغل فيها هلا تعتبر يعني 80% من الشغل اللي عم يصير بأجهزة وبتقنيات قديمة يعني. فكتاب كمان في صار شح بالكتاب، أغلب الكتاب اللي بيكتبوا دراما جيدة سرقوهم الدول العربية يعني مع المخرجين الجيدين يعني. كل عام وأنتوا بألف خير، كل عام ونحن مستمرين وباقيين، كل عام ونحن سوريين بامتياز. أحلى كلمة بقولها أنا لما بدي أعرف عن حالي إنه بقول إنه أنا سورية. فكل عام والسوريين كلهم بألف خير، فنانين وغير فنانين من كل الشرائح، إن شاء الله بالأمن والأمان والاستقرار والسعادة والشفاء والعافية والرحمة للجميع. وإن شاء الله يا رب بلدنا كانت حلوة وهلأ بتصير أحلى وأحلى، ونحن ما فينا غير إنه نتفائل، ويبدو إنه قربت إن شاء الله يا رب هيك الأفراح بعد هالأوجاع والآلام اللي نحن حسينا فيها. المخاض رح يخلص وسوريا الجديدة، سوريا الرائعة، سوريا السعيدة، سوريا التاريخ، سوريا عبق الماضي والمستقبل، يعني رح ضل مضوية على الكل وعلى كل العالم.
ما حتكون مجرد خبر، رح تكون أخبار رائعة جدا. كل الأخبار اللي مرقت ما كانت بتمثلنا، الأخبار الحقيقية هلأ إن شاء الله جاية يا رب. أحب أقول إنه خلال هالعشرة أيام قسم منا مضى والقسم قادم. كان هناك عيد جديد انضم إلى عيدين مقدسين، هو عيد المولد النبوي وعيد سيدنا المسيح عليه صلوات الله. هذا العيد هو عيد الانتصار في حلب، وأنا اسمحي لي أن أقول كلمة يجب أن لا ننسى الأقدام الطاهرة التي حققت هذا الانتصار، أبطال الجيش والقوات المسلحة، أبطال حزب الله والقوات الرديفة لسوريا المقدسة. بقول لهم جميعا كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب أي عيد جديد بيتحل على سوريا بيكون بالسلام والأمان والاطمئنان وبانتهاء كل هاي الأزمة اللي نحن فعلا يعني صرنا فيها بتعب وبوجع، وإن شاء الله يعني كلاتنا عنا تفاؤل إن شاء الله أنه هاي الأزمة رح تنتهي. بقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله تكون سنة حلوة عليكم. وللدراما بقول يعني لازم نشد همتنا أكثر، لأنه إحنا بحالة تراجع بس لا أكثر ولا أقل.